شكرا حامد، ونبدأ ملفات العربي اليوم من تركيا. فأخيرا وبعد أشهر من الجدال والضبابية بشأن مرشحها للانتخابات الرئاسية، نجحت المعارضة التركية في اختيار زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليشدار أوغلو منافسا للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو المقبل. أوغلو الذي يبلغ من العمر 74 عاما ينحدر من الأقلية العلوية، انتخب زعيما لحزب الشعب في العام 2010، وفي العام الذي سبقه أخفق بالفوز برئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات المحلية. الزعيم المعارض يدخل هذه الانتخابات التي توصف بالحاسمة طبعا متكئا على عاملين للنيل من خصمه أردوغان، أولهما اقتصادي وهو ارتفاع نسبة التضخم في البلاد التي بلغت نحو 85%، إذ يحتل الرئيس أردوغان المسؤولية بسبب اتباعه سياسة نقدية قائمة على خفض معدلات الفائدة. فقد وعد كليشدار أوغلو بمنح البنك المركزي استقلاليته الكاملة مجددا، وهو ما يفسر الاستجابة الإيجابية لأسواق المال التركية حيال ترشيحه. أما العامل الآخر فهو الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا مؤخرا، إذ تجاوزت قيمة الأضرار المادية التي سببها الزلزال 100 مليار دولار بحسب تقرير البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة التركية. والأهم من ذلك هو اعتراف أردوغان ببطء استجابة حكومته خلال الأيام الحاسمة الأولى للكارثة. لذلك ربما سيخوض أردوغان أصعب معاركه الانتخابية في مايو المقبل، خاصة وأن هذه الانتخابات تأتي بعد فوز المعارضة برئاسة بلديتي اسطنبول وأنقرة عام 2019، إذ يعتبر ذلك مؤشرا على تراجع قاعدة العدالة والتنمية في العاصمة، واسطنبول المدينة الأهم والأعلى من حيث عدد السكان، إلا أن آخر استطلاعات رأي ترجح فوز أردوغان بولاية أخرى. لنقاش أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول محمود علوش الكاتب المختص بالشأن التركي. أهلا بك سيد محمود. إذن المعارضة تتوافق على ترشيح كمال كليشدار في مواجهة أردوغان للانتخابات الرئاسية المقبلة. كليشدار الحافل تاريخه بهزائم أمام أردوغان، هل هو رهان خاسر أم رابح للمعارضة ولماذا؟ بداية مساء الخير. أعتقد أنه كان بمقدور المعارضة أن تختار شخصية أخرى غير كمال كليشدار أوغلو، ربما تكون منافسة وأكثر قدرة على هزيمة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن على ما يبدو صراع الإرادات داخل تحالف المعارضة والقوة التي تكتسبها شخصية كمال كليشدار أوغلو الذي استطاع خلال عام وشهر تقريبا من تجربة التحالف السداسي أن يفرض شخصيته بقوة على الأحزاب الخمسة في ائتلاف المعارضة، استطاع أيضا أن يهمش منافسيه الآخرين داخل حزب الشعب الجمهوري، وأعني بذلك رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور يواش، ومؤخرا استطاع أن يفرض ترشيحه على التحالف السداسي كأمر واقع. بتقديري برغم أنه كليشدار أوغلو استطاع أن يظهر قوة وأداء جيد خلال فترة العام والشهر في داخل المعارضة في التحالف السداسي، إلا أنه ما ينتظره من تحدي كبير للفوز في الانتخابات الرئاسية لا شك أنه أكبر بكثير من تجربة المعارضة. نحن نتحدث عن عدة عوامل تلعب دور أساسي فيما يتعلق بحسم نتائج الانتخابات الرئاسية. على رأس هذه العوامل بطبيعة الحال تماسك المعارضة ووحدة المعارضة، على الرغم من أنه خلال تجربة العام وشهر كانت المعارضة أو قدمت المعارضة الأحزاب الستة جبهة قوية للمرة الأولى موحدة إلى حد كبير، استطاعت الاتفاق على وثيقة السياسات المشتركة، إلا أن الأزمة الأخيرة التي عصفت بالتحالف أظهرت أن هناك أزمة ثقة عميقة بين أكبر مكونين في التحالف وهما حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد، وأيضا كشفت هذه الأزمة عن صراع إيرادات بين الطرفين. رغم أنه كان الاعتقاد السائد خلال الفترة الماضية بأن
وجود اردوغان في السلطه هو الدافع الرئيسي للمعارضه للبقاء موحده، الا ان الازمه اظهرت بانه ليس بالضروره ان يكون اردوغان موجود حتى تبقى هذه الوحده. طيب. لذلك مساله وحده المعارضه، وان استطاع التحالف ان يحتوي الازمه الاخيره يوم امس ولكنها من خلال قد تشكل صفقة عامل في اللحظات الاخيره، الا انه هذه الازمه الحقت ضرر معنوي كبير بالمعارضه، وبتقديري ستؤثر الى حد كبير على في خيارات نتائج الانتخابات وحصل التي تسعى الى مساله الاستقرار الفوز بالرئاسه. طيب سيد محمود، بمعزل عن يعني مدى وحده المعارضه فيما بينها، وبالنظر الى وضع الرئيس التركي الان رجب طيب اردوغان، نتحدث عن وضع اقتصاد متردي، البلد تعاني من ازمه، من تضخم، نتحدث عن كارثه الزلازل وما الحقته وكل النقد الذي تعرض له اردوغان، نتحدث ايضا عن ان اهم بلديات انقره واسطنبول هي ليست في ميزان اردوغان، وبالتالي كيف سيؤثر ذلك على صندوق الاقتراع؟ بطبيعة الحال أنا أعتقد أن الرئيس رجب طيب إردوغان يخوض أصعب استحقاق انتخابي على الإطلاق منذ عقدين من وصوله إلى السلطة بسبب كل هذه المشاكل التي تفضلت بها. نتحدث عن وضع اقتصادي أو تضخم مرتفع، تداعيات الزلزال، وحدة معارضة استثنائية، ظروف خارجية أيضا متحولة تؤثر بشكل كبير على الداخل التركي. كل هذه العوامل اجتمعت في هذا الاستحقاق الانتخابي، وبالتالي جعلت الأمر صعب بشكل أكبر على الرئيس رجب طيب إردوغان لضمان الفوز. لكن أعتقد بأنه هناك بعض المؤشرات أو بعض المعطيات التي يمكن البناء عليها للاعتقاد بأن الرئيس إردوغان لا يزال لديه القدرة على تحقيق مفاجآت في الانتخابات الرئاسية والانتخابات العامة عموما خلال الفترة المقبلة وربما الفوز بها. أولا فيما يتعلق بمسألة التضخم، استطاع الرئيس رجب طيب إردوغان من خلال حزم التحفيز الاقتصادي القوية، الإجراءات الاقتصادية القوية التي اتخذها خلال الأشهر الماضية، رفع الحد الأدنى للأجور، زيادة الرواتب، استطاع خفض معدلات التضخم بشكل كبير، وصلت معدلات التضخم إلى 90%، الآن نتحدث عن تقريبا 40%، هناك هدف لأن يتم تخفيضها بشكل أكبر خلال الفترة المتبقية للانتخابات، وإن جاءت تداعيات الزلزال في الحقيقة سيكون من الصعب خفض معدلات التضخم بشكل أكبر، لكن يمكن القول بأن الرئيس إردوغان استطاع إلى حد كبير احتواء مسألة التضخم أو تداعيات مسألة التضخم على وضعه السياسي والانتخابي. فيما يتعلق بمسألة الزلزال وهي فعلا مهمة، أنا تقديري أن الرئيس رجب طيب إردوغان استطاع أيضا من خلال إدارة الاستجابة إدارة هذه الكارثة في مرحلة ما بعد الكارثة، وإن كان هناك نقد على الاستجابة الأولية للحكومة، استطاع من خلال الوعود بإعادة إعمار هذه المناطق المنكوبة في غضون عام، الدعم القوي الذي قدمه للأسر المتضررة، الإجراءات القوية التي اتخذها بالفعل، كل هذه الأمور استطاعت إردوغان تمكن إردوغان من خلالها أن يقدم نفسه للناخب التركي على أنه الرئيس الوحيد القادر على إعادة إعمار هذه المناطق المنكوبة والتعافي من مرحلة هذه الكارثة، وهذا الأمر يكتسب أهمية وربما يفسر أيضا استطلاعات الرأي التي نشرت خلال الأسبوع الماضي وأشارت إلى أن شعبية الرئيس رجب طيب إردوغان لم تتراجع بالمستوى الذي تأمله المعارضة بعد الزلزال، وأيضا كشفت عن أن المعارضة لم تستطع أن ترفع مستوى التأييد الشعبي لها في بعد الزلزال. الأمر الآخر متعلق أيضا بمسألة وحدة المعارضة، الرئيس رجب طيب إردوغان أعتقد بأنه الأداء الضعيف والمرتبط لتحالف المعارضة يشكل نقطة قوة إضافية للرئيس رجب طيب إردوغان، لذلك الرئيس يراهن على أن إجراء الانتخابات في مايو أيار المقبل رغم التداعيات المحيطة أو التأثيرات المحيطة من تداعيات الزلزال إلى مسألة الوضع الاقتصادي، لكنها مناسبة له فيما يتعلق بمسألة المعارضة، لأنه بتقدير الأزمة الأخيرة ألحقت ضرر كبير بالمعارضة، سيكون من الصعب على المعارضة معالجته خلال الفترة المتبقية للانتخابات. هناك مسألة أيضا مهمة جدا، وأنه عنصر كليجدر أوغلو كمرشح رئاسي سيحرم المعارضة من الاستفادة من عدة ميز انتخابية، إن على صعيد إمكانية المعارضة في استقطاب الصوت المحافظ الذي ابتعد عن الرئيس رجب طيب إردوغان، لكنه من المستبعد أن يمنح صوته لكمال كليجدر أوغلو بسبب إرثه العلماني العميق، وأيضا مسألة الصوت الكردي الذي أعتقد أنه مسألة مهمة جدا، حتى الآن بتقديري يراهن الرئيس إردوغان على أن تحالف
المعارضة غير قادر على الدخول في صفقة مع حزب الشعوب الديمقراطي من أجل أن يكون هناك تعاون انتخابي بين الطرفين. كل هذه الأمور بتقديري يمكن البناء عليها للاعتقاد بأن الرئيس رجب طيب إردوغان قرر التمسك بموعد تبكير الانتخابات لأنه يعتقد بأن إجراء الانتخابات في هذه الظروف إن على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على مستوى المتعلق بالمعارضة ملائم بشكل أفضل له لكي يفوز في هذه الانتخابات. شكرا لك من اسطنبول محمود علوش، كاتب مختص بالشأن التركي، على هذه المشاركة معنا. شكرا.